رح نعمل نحن نص كيلو لحم اليوم، فيليه يفضل طبعا، ثلاث اكواب لبن، شوية توم يعني، ومعلقة صغيرة بودرة بصل، لا عفوا ايش عم بقرأ انا، صح، معلقة كبيرة خل، ومعلقتين كبار ليمون، ومعلقة صغيرة زنجبيل، صح؟ اه بس تلت كوب لبن، تلت كوب لبن، مش ثلاثة، تلت، عفوا تلت كوب لبن، اوكي، ومعلقة صغيرة زنجبيل، ومعلقة صغيرة جرام مسلة، هاي بهارات صح؟ اوكي، وفلفل الوان، وبصلة، ومعلقتين كبار زيت، وقطعة ايش بنحتاج؟ فحم. عن جد؟ عن جد. كيف بدك تستخدم؟ علشان يبقى كأنها تشوت على الفحم. اوكي، طب شو بدك تعملي بالفحم بالاخر؟ بالاجر النكهة. عن نكهة؟ والله. بيبقى كأنك شويها على الفحم وانت شويها في الفرن. والله حركات. طيب، دي مسلوقة زي ما قلنا، بس مش مسلوقة سلق كامل، مسلوقة ثلاث ارباع سلق. حلو. اوكي؟ فهاخدها، لا بلاش دي، خلينا ناخد دي. اوكي. هقطعها، خليني بس ايه نحطها تتحمر على ما نكمل بقية الشغل. طيب دلوقتي خلينا بقى نشوف هنعمل ايه. هناخد اللبن اللي عندنا، الزبادي يعني، لان انا عارفة طبعا في بيتابعونا كتير من بلاد تانية بتقول على اللبن زبادي. فاحنا اللبن اللي هو زبادي، اللي هو زبادي. هذا التلت انا بس كاسة. إن بس انا حكيت ثلاث كاسات غلط، يعني هو من تلت النص كاسة تقريبا. هناخد ملح، فلفل، وبعدين هناخد بقى زيت، يفضل زيت زيتون، يعني لو زيت زيتون احسن من لو زيت عادي. اوكي، فهنحط زيت زيتون. هسيب التكة دي عشان اطفي بيها الفحمة. وهناخد كل التوابل المتقلة عندنا، الجرم مسلة، الزنجبيل، الخل، الليمون، ودول بودرة ثوم وبودرة البصل مع بعض. تمام، خلاص دول انا هخلطهم مع بعض. هناخد اللحمة وهنحطها هنا، ودي بقى عايزة تتساب بتاع ساعتين تقريبا، مش اقل من ساعتين. بتعملها هيك وتتركيها ساعتين؟ لازم تتشرب وتطرى، اديها فرصة كمان علشان تتشرب النكهة، وعشان مطريات اللحمة الطبيعية اللي احنا حطيناها كمان تبتدي تهري الانسجة، وبالتالي اللحمة تطرى. طيب سلمى عثمان، صباح الخير كمان. دي اللحمة اللي انا متبلاها من امبارح. خلاص، وعندنا بقى هنا اللي انتوا عايزين تحطوه بتحطوه. حلو، حتى ريحة التتبيلة كمان غير. هاي من امبارح تركتها هيك؟ دي من امبارح. حلو. طيب هناخد هنا البصل، اللي حابب يحط بصل طبعا بيبقى طعمه جميل في الشوي. انت هدول السياخ ايش راح تشويهم بال دول ممكن نشويهم في الفرن، وممكن طبعا على الفحم بتبقى احلى واحلى يعني. اوكي، ممكن باربيكيو عادي اذا في البيت. طبعا. ولو ما فيش زي ما عملنا دلوقتي الحركة بتاعت الفحم، بس ننكهها فحم، يبقى كأنها كانت محطوطة على الفحم. جبتي فحمة؟ جبت. والله برافو عليك. طيب دلوقتي احنا عملنا البطاطا عندنا اهي، هنعمل بقى التوابل بتاعتها في السريع المريع. التوابل بتاعتها عبارة عن، تقولها لنا. يلا، ملح، البطاطا بدنا بس ملح وكاري، بابريكا، وبودرة ثوم، وبودرة بصل، وفلفل أسود. أوكي، طيب هناخد دلوقتي هنا نحط الملح، معلقتين ملح. ده دي بتتعمل وبتتشال. يعني بشيلها بقى في أي حاجة عندنا، علشان خاطر يعني برطمان في حاجة، عشان خاطر دول كل اللي هنحطهم عليها، بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والفلفل الاسود. ايش يعني بتتشال؟ يعني خلاص يعني خلاص انا بعملها بقى كده، وكل ما بعوز باخد منها بقى. دي توابل البطاطا عندنا. اوكي، يعني مش دلوقتي كلها هستعملها. لا يعني قصدك اذا الست خلطتها وخلتها في البيت
على جنب ما في مشكلة. خلاص بشيلها دلوقتي في برطمان. يعني هي دي توابل البطاطا اهي. هاي توابل البطاطا بنحطها ببرطمان. خلاص هاخد بس شوية بقى كده دلوقتي واحطها كده اهم، والباقي بشيله. يا سلام. دلوقتي بقى نحطها مع الاسياخ. الاسياخ دي بقى خلاص في برطمان. هاي الخلطة السرية. الخلطة السرية اللي في برطمان. اللحمة حطيتها في الفرن. أوكي. على أعلى درجة حرارة. حلو. شوية وحقلبها الناحية التانية وتبقى خلصت. حلو حلو. تمام. والبهارات هدول بنحطهم في برطمان. البهارات دول في برطمان. ماشي وخلص.